التعامل مع اعتصام كان وفق القانون. هذا اعتصام غير مراقب فيه. وهذا اعتصام معناه كان عنده رد فعل عند تجار المدينة العتيقة. الناس هذوما تجمعوا وطلعوا معناها باش يدافعوا على مصالحهم. تم التدخل بالحوار ومطالبة الناس هذوما باش يغادروا المكان، رفضوا. تم معناها الفصل ما بين الناس، ثم تم تطبيق القليل حسب ما يمنيه القانون واستعمال الوسائل اللي سيد توفيق. سيد توفيق، هل نحن في نظام بن علي بالنسبة إلى التصريحات لتنظيم التظاهرات؟ لا، احنا مش معنا في نظام بن علي، احنا في نظام ديمقراطي، في نظام بعد الحريات. ولكن من اعطى من سيد توفيق لو سمحت سيد توفيق، من اعطى التعليمات لمنع هذا الاعتصام؟ شو معنى التعليمات؟ شو معنى اعطى التعليمات؟ معناها السيد باجي قائد السبسي ام السيد وزير الداخليه ام الاثنين معا؟ ما فماش تعليمات تعطى بالنسبه للمواضيع هذه، فما قانون طبقوه. من ما عندناش تعليمات ناخذوها لا من عند السيد وزير الاول ولا من عند السيد وزير الداخليه. بالنسبه لنا احنا عندنا قانون عدد. لماذا التعامل بعنف مع المعتصمين؟ ما طبقنا القانون. القانون يقتضي. هل القانون في تونس؟ خليني اكلمك. احنا قانون يقتضي الناس هذوما تحاوروا معاه على اساس التجمع هذا غير مرخص فيه. باعتبار اللي فما خطر على الامن العام، دخلنا واستعملنا الوسائل اللي خولان القانون. والوسائل اللي خولان القانون هو استعمال الغاز على اساس ما هو سائر في جميع انحاء العالم. ولكن هذا طبقنا القانون وما استعملناش العنف. عفوا سيد، في دوله ديمقراطيه وفي تحول ديمقراطي في منش عهد بن علي. بالضبط سيد توفيق. هذه مرحلة من المفروض أن تكون فيها حرية التعبير مضمونة بالقانون كذلك. حرية التعبير مضمونة بالقانون، والقانون يقتضي أن كل اعتصام وكل تظاهرة لابد من الإعلام عليها. ولكن من سيتوجه المعتصمون في المستقبل لإصدار ترخيص بالاعتصام؟ لفضة الإشراف اللي هي الولاية. وماذا محدد القانون عدد 4، والقانون عدد 4 يحدد فيه بكيفية معناها وضع أخذ الترخيص. طيب، وشكون يحمل الاعتصام هذا والمسيرة هذه، وشكون المكلف عليه الاعتصام هذا، وشكون المشرف على المسيرة. طيب لماذا تم تعنيف الصحفيين مرة أخرى، خاصة وأن السيد وزير الداخلية تعهد في السابق لعدم التعرض للصحفيين؟ احنا بالنسبة لموضوع الصحفيين، انا بالنسبة لي ما عنديش معطيات صحيحة. اذا كان ثم انسان تربي تفضل ناخذ له القضية. والموضوع هذا من مرة فاتت سرناه مع نقابة الصحفيين على اساس طلبنا معاهم باش نعملوا جلسة عمل معاهم باش نفهموا في الموضوع هذا باش نلقاو حل بالنسبة للصحفيين. ولكن سارق سيد توفيق، يحملوا شارة معينة. سيد توفيق نعم. سارت هذه الجلسة العمل مع وزير الداخلية في السابق، وتعهد وزير الداخلية بضمان حرية تنقل الصحفيين. ما سارتش. أنا احنا طلبناها وطلبنا من النقابة السابقة على أساس نقوموا بالاجتماع هذا، وعدونا باش نقوموا بالاجتماع هذا، والاجتماع هذا ما تمش. وطلبنا من الإخوان الصحفيين اللي هما معناها باش يكون عندهم معناها دوسار معين ويكون وراء عوان الامن، لانه في جميع انحاء العالم تغطيه مظاهره تتم وراء عوان الامن مش في وسط المظاهرين. للاشاره سيد توفيق، ان في بيان وردنا للتو ان نقابه الصحفيين سترفع دعوه ضد السيد وزير الداخليه، فما رايك في ذلك؟ من مشمولات هذه، من مشمولات، احنا ما ندخلوش في قراراتهم الخاصه. اما اذا كان حد عنده اللي هو تعرض العنف يتفضل، فما القانون طبقوه واللي يثبت عليه يتحل العداله. ما احنا ما ندخلوش في قرارات اللي هي دعوه. اما حبيت تقول اللي احنا طلبنا اجتماع مع نقابه الصحفيين على اساس. متى طلبتم ذلك يا سيد توفيق؟ نعم، متى طلبتم ذلك؟ من اللي صارت من احداث نتاع ماي، طلبناها من احداث من ماي. قالوا خلي من بعد كل مره نطلبوا اجتماع، وما تمش الاجتماع هذا. واحنا حرصنا عليه الاجتماع هذا باعتبار نحبوا العلاقه نتاعنا مع الصحفيين تكون علاقه مميزه، وكي يؤديوا الواجب نتاعهم يؤديوه في ظروف طيبه. احنا طلبناه ولحد الساعه حتى حد ما جاوبنا. واضح. السيد توفيق ديماسي المدير العام للأمن العمومي بوزارة الداخلية، شكرا جزيلا. بديك عماد، أهلا وسهلا. صباح النور ليك ولكل مستمعي إذاعة رقص، وشكرا على الدعوة هذه. يعيشك عماد، احنا ديما موجودين. فما حاجة الحقيقة اللي تستدعي انه نسلطوا عليها الضوء وانه نحكيوا فيها، اكيد احنا مش نكونوا ان شاء الله ديما موجودين. والحاجة زادة اللي تسائل حول الشارع التونسي، لانه الحقيقة افادت يعني حفيظة الناس، وحبت الناس تتسائل يا هل ترى هذا الخبر صحيح والا لا. تعودوا بيك الحقيقة وجه وسيم يقدم الاخبار بشكل متميز، هذا من نشوفوه بطبيعة وما نعرفوه. لكن نلقى وأنه عماد بربورة ما قاش نشوفوه في نشرة الثمانية. لكن الأغرب من ذلك، وكما كنا نسمع غريبة الناس بصوت وائل جسار، وأنه الخبر اللي يدور وأنه
الإقالة هذه أو الإبعاد هذا، إبعاد هذه هو نتيجة الحوار اللي كان مع مدير الأمن بوزارة الداخلية سيد توفيق الديماتي. ما هو تعليقك؟ بارك الله فيك ساعة الكلام الحلو هذايا وعلى المحبة الناس هذه. إذا هو الناس إيش تقول بصراحة؟ أي والله هو في شيف حلو ياسر، بما أني كنت نحاول نقدم الأخبار باجتهاد وحابب أني نوصل حب للناس، وهذايا لا حسوا بي وهذايا شيء يسعدني ونفتخر به وبارك الله فيهم. هي المسألة أنها ببساطة شديدة أنه تم إبعادي على نشرة الثامنة مساء على خلفية الحوار اللي أجريته مع السيد توفيق ديماسي مدير العام الأمن العمومي في مسألة القصبة 3، وهذه مش روايتي أنا ولا تخميناتي أنا، هذه معناها الرواية اللي وصلتني من زميلتي أنا اللي بلغتني بالأخبار وقالت لي راهو تبدل تابلو تازيس معناها جدول التقديم، جدول التوزيع بالنسبة للتقديم، هذا هو بالضبط لنشرة الثامنة على خلفية الحوار مع السيد توفيق الديماتي. الإشكال مش الإشكال في السيد عماد بربورة، أنه رغم أنه عنده قبول وعنده محبة للناس وأنه يحاول يجتهد باش يقدم الأخبار بطريقة تعطي صورة حلوة لشخصه للمؤسسة ككل. المسألة مسألة مبدئية، وأنا نتصور أنه الناس كل والكم الهائل في فيسبوك ولا في بعتالي في القنوات الإذاعية والمكتوبة والمعناها الإعلام المكتوب، معناها هي مسألة مبدئية أنه تأكدوا الناس أنه ما تماش إرادة حقيقية من السلطة السياسية القائمة ومن دوائرها الأمنية والدوائر اللي تحيط بها، ما تماش إرادة صحيحة لتأسيس ما يسمى بحرية الإعلام. الإرادة هذه بين بكشف أنها إرادة معناها مفقودة لسبب بسيط، لأنه الدوائر هذه والسلطة القائمة ما تخلصتش من الشوائب بتاع 50 سنة معناها من الماضي، الماضي اللي غبن برشا ناس، قهر برشا ناس، صلت ما أسميه بالبوليس الإعلامي على المؤسسات الإعلامية لتبليغ صوت السلطة القائمة، حول الإعلاميين مع الأسف الشديد وجردهم من وظائفهم كإعلاميين وكصحفيين إلى موظفين، أو حاول هو بشتى الطرق أنه يحولهم إلى موظفين. تم تدجين كلي إلى 23 سنة للإعلام، الإعلام فقد الدور النقدي متاعه، فقد الدور التواصل الشعبي، وانا وقت اللي نقول الاعلام راهو في العموم الاعلام الخاص والاعلام العام، انا الحكايه ما يلزمش تقتصر على مؤسسه الوطنيه فقط، هي ديما الاشكال يوقع في المؤسسه الوطنيه لسبب بسيط حسب تحليلي الخاص، انه المؤسسات الخاصه المواطن ديما معناها في تعامله معها كانه تحت رحمه راس المال، يقول لك هذيك مع الأسف الشديد أنه تخضع لرأس مال معين لحساباته لطريقة تصرفه، لكن أنا عندي الملك متاعي وحقي في وطنيتي في القناة الوطنية متاعي. مع الأسف الشديد حتى الوطنية متاعها حاولوا يجردوها بتصنيفات قناة تونس 7 و معناها تعطي حتى إشارات للنظام القائم وللتحزب القائم، لكن في الوقت هذا بالنسبة لعماد بربورة وبالنسبة للناس اللي يمنوا بحرية الإعلام لا سبيل إليه، أنه الناس هذوما اللي نصبتهم الثورة بشكل أو بآخر باش يرجعوا يدجنوا الإعلام ويوقفوا حاجز لحريته. في الحقيقة عماد سمحني نقصي كلامك، يعني كان نرجع شوية للحوار اللي يعني يقال وأنه كان هو على أثره، يعني سبب هذا هو الرئيسي في أنه يتم إبعادك من نشرة الثامنة، الحوار هذا مع السيد المدير العام للأمن العمومي تفرجنا فيه الناس الكل،
ويعني قبل ما ندخل نقدم الحصة هذه وما ندخل في هذا الحوار معك يعني قمت ببعض التحريات وبعض التساؤلات كذلك لأهل الاختصاص من الصحفيين الحقيقة، واللي سألتهم قلت لهم شنو رأيكم في طريقة الحوار اللي قدم بها عماد بربورة لضيفه. فما شكون قال لي أنا راني كيف تفرجت عليه، تفرجت عليه عادي عدا إنا بيرسو، ما لاحظتش فيه حاجات، ما قلقنيش، ما قلتش بعماد قال هكا وإلا ما قالش هكا، بالعكس يعني وكأنه تفاعل معاك وحس روحه اللي هو اللي أنت تفاعلت مع الناس لأنك قدمت أسئلة الناس، لأنك كنت لسان الناس في اللحظة هذيك، وأنت معناها اللي باش تحكي بشنوبهم كيف باش تحكي. وفما شكون قال لي صحيح تبعته ولكن حلو برشا الحوار، أما الطريقة ربما اللي قدم بها عماد خلينا نكون واضحين شوية فيها نوع من الصلابة، فيها نوع من التهجم، وكأنك حبيت تحاصر الضيف يعني ببرشا طرق، ولو أنه هي ما بين التقنيات اللي يزم الصحفي يتحلى بها الحقيقة قديش يوصل للخبر اليقين. ما نعرفش تقول انت هوني بالضبط، يعطيك الصحة في التحليل، انت اختصرت علي كلام كبير معناها، والكلام معناها البرشة قصدي. الحكاية مع السيد توفيق الدناشي هي بدأت بصدفة، انا نعتبر روحي الصدفة هي اللي خلتني راهو نحاور في السيد توفيق، ولكن مش المرة الأولانية، هذه هي الصدفة اللي وقعت عليها بعض التساؤلات، لماذا للمرة الثانية يعني تكون انت يعني المحاور نتاعو صحيح ولا؟ ولكن صدفة حلوة هي صدفة حلوة لأنها أثارت كثير من الإشكاليات، صدفة أنا نعتز بها بصراحة، لأنه البداية بدأت بحداثة الروحية عندما صارت مشكلة الروحية وصارت اللغط اثنين وألا ثلاثة، فما واحد هارب ولا ما فماش بالضبط. كيف زاد بالنسبة لي السيد توفيق الدناشي اعتبر طريقة الطرح متاعي للأسئلة وتقديمي للموضوع وحواري معه انه اعتبره بالنسبة لي معناها احرج معناها ماهوش مقبول بالنسبه لي في العقليه، في عقليته ولا في عقليه الناس دايرين به ماهوش مقبول. هذه الاولى. ثاني حاجه في احداث القصبه كيف زاد اعتبر انه الطريقه غير مقبوله، واعتبر ويبدو انه ما نتصورش انا اللي عندي لا ثار معاه ولا مشكله مع السيد توفيق الدناشي، لكن يبدو انه ما نحملوش اكثر من طاقته، يبدو انه الدوائر الامنيه كله دوائر سياسيه على راسهم السيد قايد السبسي اعتبرت انه طريقه الطرح نتاع السيد عماد بربوره ما يلزمهاش تكون، والسيد هذايا مقلق بأتم معنى الكلمه للاعتبار انه اعتبروا ولا كانوا في يظنوا انه يلزم الاعلامي والصحافي كتلميذ النجيب يتقيد باسئله معينه، يتقيد بطريقه معينه، تفاعلاته يخليهم عنده، معناها حتى اراءه ينجم يطفي عليهم الضوء نهائيا، ولكن هذا بالنسبه للمرحله هذه غير مقبول ومرفوض، لانه الاعلامي هو مهمته مش باش يعبر على ارائه في طريقه الطرح نتاعو، وانما على اراء الناس واراء الشعب عموما. عن حقيقه باحث عن حقيقه ما يدعيش الحقيقه المطلقه، هذه الاولى. وكيف السيد توفيق الدناشي باش يوصل الروايه الامنيه على الصحافي انه يوصل الروايه المقابله هي رواية الشارع التونسي، وكيف يكون مثلا نقاش ثري ويكون مفيد ونفهمه ويخلي الحكم للجمهور يقتنع بكلام السيد توفيق الدناشي وإلا أي شخص عنده مسؤوليات وعنده كما نقوله سلطة في البلاد هذه،
ولا يقتنع بالطرح على قدمه الصحافي ولا الأسئلة متاع الصحافي، خاصة وأنه عماد مش نقول كلمة هي رهان، ولو أنه ما قاش نحبوها برشا الكلمة هذه خاطر كانت ياسر متكرة في العهد البائد، يعني الصحفي في خاصة في الصحافة الرسمية وفي يعني في الوطنية مثلا الأولى ولا الثانية وغيرها أصبح عنده رهان هو المتقبل هو الناس، يعني ترى باش يرضاو عليه والا لا، لانه لو كان ربما طرحت اسئله عاديه لبقه كما العاده استانسنا بها يقول لك مازالوا كما هما، مازالوا ما تغيروش، مازالوا بالبرود اللي عندهم، مازالوا ما هماش متفاعلين مع الشارع التونسي، ويسال سؤال والا اثنين جاوبوا عليه السيد كما حب هو وقصا كما حب هو وتفادى وتجاهل بعض الاسئله باش يجاوب عليهم وبسلامه. يعني هذا هو هنا بين المطرقة والسندان، يعني أصبحت الوضعية. لكن هالمطرقة والسندان حان الوقت تجاوزها إسقاط المطرقة وإسقاط السندان وتكوين عقلية عقلية صحيحة. معناها الإشكال باش من معناها نمشي مباشرة للمشكل، هو الإشكال راهو في العقلية، عقلية السلطة السياسية الحالية هي عقلية ما تخلصتش من شوائب الماضي. شوائب الماضي فيش أنها حولت القائمين حاليا على الإعلام ولا أستثني أحدا، أنها إلا البعض بالطبيعة اللي حبوا يتأقلموا مع الثورة هذه، حولتهم كيف العادة إلى بوليس إعلامي. وهذا المشكلة الكبيرة، أنه في فترة كيف هذه وقت اللي يجي القائمين على الإعلام معناها ويتيحوا للضغوطات متاع السلطة القائمة، معناها ما فهموش الكنه متاع الثورة هذه والهدف متاعها، وعلاش ناس مثلا نادت في سبيل شعار بسيط ولكن عميق في محتواه هو حرية وكرامة. ثم مشاهد أختي الكريمة معناها إلى يوم الناس هذا بقى راسخ وعديناه معناها في التلفزيون الوطنية وفي الأخبار، قال أعطيناكم الحرية وريونا اش باش تعملوا بها. صحيح. الحمد لله. والله كلامك رائع جدا وتحليلك للوضع خارق العادة، وانت من ظهالي من الأوائل اللي وقت اللي جيت للنقابة بعد أحداث روحية، وقلت لك وقتها مجموعة من المكتب التنفيذي السابق لنقابة الصحفيين، وحطيت كما نقولوا معناها مش لفت نظر هو ولكن إشارة إلى ما يقع من تجاوزات، وقلت معناها الحكاية راهي بدأت التجاوزات بدأت ويلزمنا كما نقولوا نتداولها كإعلاميين وكنقابتنا وكمجتمع مدني، ومعناها واللي خفت منه قاعدين نشوفه فيه. هذه حاجة أولى. بالنسبة للرواية اللي قالتها الإدارة ولا السلطة، ما من يدعون أنفسهم فانتني سلطة قائمة في البلاد، هذه هي رواية مضحكة ما ترفع عن التعليق عليها، ولكن أذكرهم بشيء واحد، أنهم هم قصر في عقلياتهم، لأنهم انساوا أنه في يوم 14 جانفي أنه الكل بما فيهم الوزير الأول المؤقت والناس كلنا كل التزموا بيوتهم، وعماد بربورة لقى أنه لقى ناس برك اللي هما الشعب البسيط اللي هما أنقذوا البلاد من حمام دم، وهدايا معناها من المفروض أنهم هما كذلك فهمتي أنقذوهم من حمام دم، ومن المفروض أنه يرجعوا الجميل للشعب هذا فهمتي. ويسام دقيقة واحدة منجي، لا بربي سمعني مش خلص عليك أنا حاجة عماد بربي إذا أعطيك مش نذكر حاجة وأنا شاهد عيان. أي نعم. وقت اللي هربوا المسؤولين في الدولة والمسؤولين في التلفزة بالضبط، أنا أذكر جيدا عماد بربورة وهو أعطى عماد بربورة وهو أعطانا الأخبار. أي نعم. كانت لحيتك مسيبه يا عماد اذكرك معناها في الامر هذا، يعني ما كانش محضر اصلا للمباشر يعني وقتها. لا باش تشوف راهم صحفيين يقدموا من دمهم ويقدموا من عرقهم ويقدموا من عائلاتهم، وراي امه وراي اخته وراي عائلته في حاله نتاع اضطراب قصوى خايفين عليه باش يقدمك المعلومه للمواطن التونسي، والمسؤولين هذوما فيهم من كان يختبئ في باريس، وفيهم من كان يتابع الثوره عبر قناه الجزيره من لندن من نزل في لندن،
وفيهم من كان ينام في العسل في باريس واليوم يدخل